لي اني ما ينفعش اخطي خطوه واحده من غير اذن المعلم بوخارست. ولو فكرت افتح الموضوع معاه جايز يغيب عليا ويحصل معايا اللي حصل معاكو. ومين قال لك ان احنا عايزينه يعرف؟ احنا مش عايزينه يعرف اساسا. ازاي بس يا ست الستات؟ بص بقى يا معلم، عايزينها بضاعه وانت شريك فيها، يعني انت تجيب مشتري والمعلم فوضى يبيع وانت تاخد نسبتك على داير مليم. لا فيها بوخارستي حاسب ولا فوضى يفاصل وتاخد حسنتك الحالي. قلت ايه؟ هي الليله شكلها يستاهل، بس برضك مش هقدر اديكوا كلمتي وقتي. معلش اديني فرصة افنطها في دماغي ونشوفها هترسى على ايه. اخرك معانا لحد بكرة، يا اما قلت امين وتبقى حلوت على الكل، يا اما قلت لا والقعدة دي كأنها ما حصلتش من اساسه. هتدعي لعيب، بقالك كتير ما زرتنيش يا سلطان. نادي من قبل ما سادي سافر جدلنا. ياه، الواحد حتى ما بقاش بيعد. مفيش عتاب يا صاحبي، احنا جبنا نهايتها من زمان، قلنا كل واحد يعيش في دنيته. بس النوبادي بقى، انا ما عرفتش اعيش في دنيتي من غير ما اجيلك. ايه؟ سيد اخواته؟ انا خيبت ظنك في اجد الله. انت طلعت راجل وصنت كلمتك وفضلت صابر على حبسيتك في وسط اربع حيطان وموت روحك بالحياة عشانهم. أنا ما عرفتش أصون كلمتين وهات مني في الأرض. العيال جرى لهم يا سلطان؟ لسه ما جرى لهمش يا جدالة، بس هيجرى لهم. سيد وناصر هو يقف بعض واقع كبير أوي، وخدوا العيال وراهم. حاولت أتقص عشان أعرف إيه العبارة. لقيت العيال كل واحد فيهم مخبي اللي قهره من اخوه جوه طلوعه ومش عايز يتكلم. المصارين ياما بتتعارك، وانا بتهيألي ولادي ما يبنوش على بعض. كل واحد فيهم خد صف الدنيا في وش التاني يا جدالله. بوخارست ساب البيت، نصرة اتجوزت فودة. فودة؟ مش بس كده، نصرة بقت حوتة جد الله، شبكت ايديها في ايدين فوضى وبقت بتتاجر في الصنف، ووقفت في وش اخوها وبقت بتحارب في تجارته. الدنيا بينهم بقت حرب ومحدش قادر يهوب. قالك بيقطعوا في بعض جد الله. طب والباقي؟ كل واحد في حكايته، بس دول مقدور عليهم. لو سيد ونصرة لموا على بعض الفرع كله هيلم وراهم. حاسس وعارف لما ظن سيد وقال لي انه اختار الطريق الحرام، عرفت ان النار هتمد فيه وفي اخواته وهتقسيهم على بعض. انا بحقولك يا جدال، قول عليا اي حاجه ان شاء الله حتى تقلع مداسك وتحطه على راسي، بس وحياتي اللي بينا انا مقصرت وحاولت كتير ابقى ابوهم، بس العيال ما تفهمش ليه كانوا معززين روحهم عليا، لدرجة إن أنا كنت دايما أسأل نفسي وأقول لا، العيال دي عارفين اللي عملته في جدالة وعشان كده بيردوا إيدي ولا إيه الحكاية؟ بس أنا كنت برجع أقول لنفسي لا، العيال دي لو عارفة كانتش بصت في وشي أصلا. حقك على جدالة. هون على نفسك يا سلطان، انت لولا وقفتك جنب ولادي كانوا ضاعوا من زمان. انا عارف ان هما كانوا تحت ضلتك وكانوا بياكلوا من خيرك. اللي حصل ده قدر ومكتوب، ربنا كتبه عليا قبل ما يكتبه عليهم. عليا الحرام يا جد الله، انا لو في ايدي لا ادخلها بمدرحك واخرجك من هنا عشان تلم ولادك. يا سلطان يا سلطان، انت عملت اللي عليك بزيادة. انت بقى صاحبي ناوي تعمل ايه؟
اعمل عمل ربنا يا سلطان، عمل ربنا. مش محتاجه تقولي لي الكلام ده، بس الكارثه دي اعمل فيها ايه؟ بوشي مش هتلحق تعمل حاجه بالفيديو ده ولا هتقدر. سمعتي وسمعه القناه في خطر، يعني كل حاجه ممكن تضيع وانت بتتكلمي بالبساطه دي. ما تقلقش يا سامر، مفيش حاجه هتحصل اصلا، لا لسمعتك ولا لمستقبلي. ها، وانا بقى المفروض اطمن من الكلمتين دول ولا ايه؟ انا هتصرف. هتعملي ايه؟ هعمل اللي المفروض كنت اعمله من زمان، هندمها على اليوم اللي شافتني فيه. ايه، انت مقدره حجم المشكله اللي انت فيها؟ ما تقلقش يا حبيبي، خلي سيدي ده معاك واتفرج عليه كل ما وحشك. مولا تفكر رايش انت، وانا اللي فاكرك جاي تقول لي قفلت الباب في وشهم. انا فاكر انت مش بعيد كمان تكون سمعتهم كلمتين. ايه ناوي تتغير انت كمان؟ عيب يا ابو خريس، وحياه جانا بنتي ده اللي عملته، وكنت خلاص هجيب نهايه للحكايه. لولا ايه؟ لولا ان اختك ركبت على الحوار واتكت عليا وافق. اختي ونصرة مالها ومال الكلام في المخدرات؟ تسمع كلامك يا شندي، نصرة مالهاش في السكة دي. ملهاش، دي لجمت فودة وصلاح وسقت الليلة بنفسها. ده هي اللي اتفقت معايا على الميعاد وربطت ان الرد يوصل لها دونا عنهم كلهم. انا كان ممكن افضل مربط على لا، بس لما وزد اختك، وبصراحة انا اتربيت وما بقيتش عارف اعمل ايه. لو طوعتها أبقى جيت عليك، ولو طوعتك أبقى جيت علي منك. قلت ألخص وأجي أبصيلك الحوار وتقول لي أعمل إيه. ترد عليهم النهارده قبل بكره، ومفيش بضاعة تتصرف من عندك، وعايزك تعسلي كمان لو كان ربطوا كلام مع حد تاني ولا لأ. طب لو حصل وغيري قال آه، تشاور لي عليه وأنا أقطع لك لساني. اعتبره حصل، وربنا يهدي لي الفلوس. ولما مؤاخذة يعني اسمح لي علشان الحق اودي البنت جانا للدكتور. لازم. انت جننت يا صلاح؟ تشكك ابوك في ابنه؟ اعمل له ايه يعني؟ ما هو متجوز واحده شمال زي البلاوي اللي كل شويه يبلينا بيها. حركتها كلها مريبه، مشاورها مريبه، مكالماتها مريبه، هتكون بتعمل ايه يعني؟ اكيد بتخون. جرايه واه، ده شرفك وشرف ابوك. شرفه ان هي ما تبقاش على ذمته، فهمتي؟ انت يا ابني جبت القساوه دي كلها منين؟ ما جبتهاش من بره يا صلاح، جبتها منكم. هو بظلمه وقساوته وانت بسكوتك وقله حيلتك. بس والله العظيم، والله العظيم ما انا سايبه الا ميت الله. وساعتها بقى ممكن ابقى اسامحه. تسامحه؟ وتفتكر انا ممكن اسامحك انا وابوك؟ يا شيخ حرام عليك. ده ربنا هيجيب لك حقك لو كنت مظلوم. لكن لو كنت ظالم بقى يا ويلك من عقاب ربنا. وانت فاكرني زعلان عليا؟ طيب انا زعلان على نفسي، على شبابي وعمري اللي ضيعته معاه وانا مستحملاه ومستحمله بلاويه، وفي الاخر طلقني ورماني. وعشان ايه؟ عشان واحده ما تسواش. ملوش في الطيب، علاء الحرام منديني معقلها في دماغه دقيقه واحده. تواليته بنت جدال، نسيته حته الالماظ اللي كانت فيه. مصيره يقع ويطب على جدر رقبته، وساعتها هفش غليلي. وانت هتقعدي تحرقي في نفسك لحد امتى يا ست الكل؟ وانا بايدي اعمل؟ كتير كتير، لازم تاخدي حقك مني قبل ما الوجع يطير. ما تيجي دغري يا حماده وتقولي بتفكر فيه. بفكر في اللي يكسره صح ويرد لك اعتبارك قدام الناس كلها. لازم تدوقي من نفسك كيس. اتجوزي يا ست الكل، بس من اللي يقدرك ويعرف قيمتك كويس. ومفيش احسن من الطيب هيعرف يعمل كده. ايه اللي انت بتقوله يا حماده ده؟ ده لا وقته ولا حتى لا وقته. وقته يا ست الكل اللي بيها انت بس في دماغك، وانا عارف انك هتختاري صح. والطيب شاري مستنيكي. وقبل الميعاد كمان، عشان تعرف ان فوضى الاسمر كلمته صح، يا محدش يقدر ينام قاله. لا جدع جدع، ودي له الكلام ده. انا كنت فاكر ان انت خبت على كبر.
اظبط كلامك يا سيد. لما تظبط ادائك انت الاول. ايه؟ كنت فاكر ان انا مش هعرف ولا ايه؟ تعرف ايه بقى يا اخويا؟ خط سر البضاعه اللي دخلت المخازن وما خرجتش. ومفيش كلب استاجر يشتري منك. جاي دلوقتي بالقرشين اللي محوشه وعامل لي فيها جاي في الميعاد. وبفرض اللحظه. انت ايه اللي يخصك؟ ها؟ انت سلمت لي بضاعه ورهنت قصادها مهرها وادي مهرها. ولا مؤاخذه بقى ما يخصكش. ابيعها. فرقها على الحبايب. ان شاء الله حتى اتكيف بيها. انا حر. مهم ان اسم فوضى الاسمر يفضل مزين السوق والكبير قبل الصغير يطل عليه ويتعلم. والله براوه يا نصر، انت ما خدتش في ايديا غالو. يا دوب نفختك بكلمتين في اسمك وسمعتك نخيت وبصمت بايدك ورجليه. اظبط كلامك يا سيد. مش فوضى الاسمر اللي يمشي ورا كلام الحريم. لا، فوضى الاسمر بيمشي ورا كلام الحريم عشان دي مش دماغك. وانا عارفك بتموت في القرش. ما سألتش نفسك انا موقفتش في الجوازة ليه وما طردقتهاش في دماغكم؟ عشان عارف ان هي اكبر مني. ويومين تلاتة هتأكلك الحلاوة وتنطرك بره البرواز. وفي ثانية ومن غير ما تحس هتخليك خدام تحت رجليها. بالزيادة. بالزيادة يا سيد، عشان انت دوست بالجامد قوي. وانا لحد دلوقتي عامل نايم من اللي فوقك. وانا بقول لك السودة بتاعي. وتمامك عندي اشوفك في الكار اللي انت مولف فيه. الشغل الشعبي وبس. اسمع بقى ان انت بتحكها في غيره هتبقى عبره للغرز والمسطلين.